إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع مجلس البحث العلمي تقدم. احنا نريد من يتعلم العلم الصحيح ويحصل على المعرفة الحقيقية ويفكر ويتدبر ويضيف، كان في المجال العلمي المجال الفكري. وهذا يقودني إلى مسألة البحث العلمي اللي هو أمر هام جدا. حوار مع باحث، قراءة عن قرب لمواضيع بحثية متنوعة. المعطيات استخلصنا منها مشكلة البحث الحالية اللي احنا جالسين نشتغل فيه حاليا. فكرة البحث جاءت حقيقة بعد أن أصبح العمل التطوعي يوضع على طاولة الاقتصاديين. المشروع يتعلق بمشكلة المياه الجوفية. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج حوار مع باحث. في كل حلقة من كل أسبوع كما هي العادة نقترب من موضوع بحثي أو مشروع بحثي ممول عن طريق مجلس البحث العلمي، نقدم لكم آفاق هذه المشاريع العلمية كمادة علمية بحثية. في حلقة هذا الأسبوع نقترب من الحديث حول الموضوع المروري في سلطنة عمان من خلال المشروع البحثي دراسة الوضع المروري في سلطنة عمان، والحديث من خلال هذه الموضوعات حول الإجراءات المتبعة من قبل شرطة عمان السلطانية. مزيد من التفاصيل نتعرف عليها مستمعينا من خلال لقائنا بالباحث الرئيسي لهذا المشروع البحثي، وهو الدكتور مضر بن عبد الملك المزروعي من الإدارة العامة للمرور. أهلا بك دكتور. يا مرحبا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني ما الدافع الذي دفعك في الحديث حول هذا المشروع البحثي حول موضوع السلامة المرورية وبالتحديد الإجراءات المتبعة من قبلكم في شرطة عمان السلطانية؟ بداية، الوضع المروري في السلطنة شهد حالة من الارتفاع والانخفاض إذا ما تحدثنا عن الإصابات والحوادث. نعم. والوفيات منذ عام 2003 وإحنا السلطنة تسير في اتجاه تصاعدي. نعم. بالنسبة لحوادث الطرق وما ينجم عنها كذلك من وفيات وحوادث. نعم. في عام 2012 وصلنا الذروة في نسبة الوفيات الواقعة على مستخدمي الطريق وكذلك نسبة الإصابات والطرق. شكل هذا هاجس لكل الجهات المعنية. نعم. واستقينا من حديث مولانا صح حفظه الله في عام 2009 في سيح المكارم. نعم. نعم. وبالتالي تم استحداث برنامج السلامة على الطريق بمجلس البحث العلمي. جميل. اللي بدوره قام بتمويل عدد من المشاريع البحثية ذات العلاقة بتحسين البيئة المرورية لمستخدمي الطريق، ومن ضمنها هذا المشروع. وهدف إلى معرفة مدى ملائمة الإجراءات التي تتبعها شرطة عمان السلطانية، سواء كان من حيث الاستراتيجيات أو الخطط أو البرامج التطبيقية أو كذلك سلوك رجال الشرطة ومدى تقبل مستخدمين الطريق لهذا السلوك أو الإجراءات المفروضة عليهم من قبل رجال الشرطة. قمنا بعمل هذه الدراسة. نعم. والتي هدفت بشكل رئيسي إلى معرفة مدى ملائمة ما يتم تطبيقه ومدى تقبل المجتمع له. جميل. طيب، يعني ما هي الخطوات الإجرائية لهذه الدراسة؟ هل هي دراسة ميدانية أم دراسة اكتفت بشقها النظري دكتور؟ نعم، الدراسة شملت الشقين، الجانب النظري والجانب العملي. لا. الجانب النظري من حيث مراجعة كافة التشريعات الموجودة في سلطنة عمان والمعنية بالطرق من حيث الإجراءات التي تتبعها شرطة عمان السلطانية أو الإجراءات التي تتبعها وزارة القوى العاملة أو الإجراءات التي يقوم بها معلمي السياقة في تدريب طالبين الحصول على رخص سياقة. بعد ذلك انتقلنا إلى الجانب العملي اللي شمل إجراء حلقات نقاش. نعم. مع سائقين من البيئة العمانية، وخضينا فيها مواطنين في حلقات نقاش. عملنا حوالي 8 حلقات نقاش، كل حلقة نقاش تمدت ساعة ونص. جميل. طرحنا لهم عدد من الأسئلة في مجملها تتحدث عن مدى تقبلهم للأنظمة ومدى تقبلهم للتطبيقات أو الإجراءات الوقائية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية.
وجدنا ردة فعل إيجابية وسلبية، لأنه من الصعوبة أنك تتحصل على رضا الجميع، خصوصا أنت تتحدث عن إجراءات هم يرونها في بعض الأحيان مقيدة لحريتهم الشخصية، فبالتالي من الصعب أنك تحصل على رضاهم أو أنك تتوقع أنهم يرضون بشكل كامل عن الإجراءات التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية. هذا دفعنا إلى الانتقال إلى الشق الثاني وهم الوافدين الموجودين عندنا في السلطنة، فأخذناهم كذلك عشان تكون الدراسة تشملهم، فأخذنا وجهة نظرهم في الإجراءات. طبعا في تفاوت من القبول والرفض من الفئتين سواء العمانيين أو غير العمانيين. بعد الانتهاء من قياس ردة فعل الجمهور توجهنا إلى رجال الشرطة، وأخذنا وجهة نظرهم، بدينا من سيدي معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك، استضفنا الألوية المساعدين ومدير عام المرور وعدد كبير من رجال الشرطة في معظم محافظات السلطنة، وبذلك الدراسة شملت كل محافظات السلطنة، فأخذنا معظم مدراء الإدارات في المحافظات الجغرافية. خلاصة الدراسة الأولى والدراسة الثانية أو المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الدراسة، تم تجميعها وصياغتها في استبانة وزعت لكل منتسبي رجال الشرطة في المجال المروري، شملتهم بحيث نعرف مدى فعالية التطبيقات التي يقوم بها أو الإجراءات التي يقومون بها، كذلك نقيس مدى رضاهم عن هذه الإجراءات، لأن أحيانا إذا كان الفرد ما متقبل للعمل اللي يقوم فيه فإنتاجيته راح تكون ضعيفة. وفي ذات الوقت آلية غرس حب العمل لديهم، كيف يستطيعون القيام بمسؤولياتهم أو واجباتهم على أتم وجه، تم مراعاتها في تصميم الاستبانة. نعم. طيب على ماذا اشتملت الاستبانة تحديدا من أسئلة وموضوعات دكتور؟ الاستبانة اشتملت على عدد كبير من الأسئلة، تم تقسيمها إلى الجانب السلوكي والتوجهات، كذلك تم تصميم الاستبانة لتقيس مدى ملائمة الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية للعمل المروري، مدى انسيابية التعليمات من المستويات الثلاثة، المستويات التوجيهية، المستويات الإشرافية والمستويات العاملة في الميدان، هل هي تستقي المعلومة بذات الطريقة؟ التوجيهات الصادرة إليهم تصلهم بفعالية أو هناك حلقة اتصال مفقودة بين الثلاث جهات؟ طيب يعني إذا أردنا أن نفصل هذه الدراسة دكتور من ناحية الخطوات الإجرائية، ما هي المراحل التي مرت بها هذه الدراسة؟ طبعا من ناحية الخطوات الإجرائية مرت الدراسة بعدد من المراحل، فالمرحلة الأولى كانت قياسة مدى ملائمة الدراسة للبيئة العمانية. مثل ما تعرف أنت ويعرف المستمعين الأفاضل أن البيئة العمانية هي بيئة خصبة للبحث العلمي، فمجرد أنك ما تقوم بأي عمل يعتبر الأول من نوعه، وهذه ميزة يجب أن يستغلها الباحثون خصوصا العمانيين منهم، فإذا كل باحث عماني عمل بحث فهو يعتبر الأول من نوعه. ليش؟ لأن احنا في سلطنة عمان عملية البحث العلمي ما زالت في مراحلها الأولى، وبذلك فعندنا كثير من الجوانب الواجب أن احنا نقوم بدراستها وتحليلها ومدى ملائمتها للظروف والعوامل الموجودة عندنا في المجتمع. فقبل لا تبدأ الدراسة أنت لابد أن تقيس مدى ملائمتها للبيئة العمانية، وكانت هذه المرحلة الأولى. كيف قستوها دكتور؟ نقيس مدى ملائمتها للبيئة العمانية، نقيس مدى تقبل جهات شرطة عمان السلطانية لتطبيق مثل هذه الدراسة عليه. تعرف أن جهات شرطة عمان السلطانية يعتبر من الأجهزة الأمنية في السلطنة، الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتالي من الصعوبة من الأمكان أنك تقول أنا راح أقيس أو راح أقيم مدى فعالية أنظمتكم الموجودة لديكم أو أن الإجراءات التي تقومون بها، ولكن الذي وجدناه هناك تقبل شديد وتعاون غير محدود من قبل معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وكذلك الألوية وجميع ضباط الشرطة، فكانوا هم سعيدون أكثر منا بإجراء الدراسة، فقاموا بتسهيل كافة الإجراءات وفخروا لنا كثير من العوائق اللي كانت قد من الإمكان أن لا ترى الدراسة النور، وهذا ما لمسناه أصلا في البيئة في المناطق المحيطة فينا أو الدول المجاورة. كثير من الدراسات أو المحاولات تم قيام بها لدراسة مدى ملائمة الأنظمة العسكرية طبيعة المجتمع، ولكن للأسف قبلت تلك الدراسات بالرفض من عدد من الأجهزة الأمنية، ولكن الوضع كان مغاير في السلطنة، كان في انفتاح محدود النظير بالأمانة. نحن كمجموعة أو كفريق بحث علمي تفاجأنا بمدى الانفتاح وتقبل الإجراء مثل هذه الدراسة، ونقدم لهم الكثير للشكر، لولا تعاونهم ما كان بالإمكان أن نقوم بمثل هذه الدراسة. نعم. طيب ماذا عن المراحل الأخرى أيضا؟ كذلك بعد ما انتهينا من العمل دراسة مدى ملائمتها، انتقلنا إلى تجميع المادة العلمية.
تجميع المادة العلمية كذلك راح نقيس مفهوم جديد بالنسبة لنا، نقيس مفهوم الهيكل التنظيمي ومدى ملائمته للعمل الشرطي، وبالتالي كان لابد أن نرى الممارسات الدولية في هذا المجال. بحثنا عن كل المراكز البحثية على مستوى العالم، وتفاجأنا أن المجال البحث هذا بحث جديد لم تقم فيه كثير من الدول، وبالتالي الموارد فيه كانت محدودة. طيب دكتور، ما المقصود بالهيكل التنظيمي؟ ماذا تقصد بالهيكل التنظيمي ومدى ملائمته؟ نقصد بالهيكل التنظيمي هو التقسيم الإداري لشرطة عمان السلطانية، نعم، ومدى ملائمة هذا التقسيم الإداري لاحتياجات المنتسبي جهاز الشرطة، لأنه بطبيعة الحال إذا كان الهيكل التنظيمي غير مناسب لاحتياجاتهم ولا يلبي توقعاتهم فإنهم راح يكونوا غير قادرين على القيام بمهام عملهم، وبالتالي راح يؤثر سلبا على مستوى السلامة في الطريق. نعم. طيب بعد أن تعرفتم على أو تأكدتم من أن المصادر العلمية التي تتحدث عن هذا الموضوع هي قليلة، كيف تعاملتم مع هذا الموضوع دكتور حتى تجمعوا المادة العلمية لهذه الدراسة المتعلقة بالهياكل التنظيمية؟ أستأذنك دكتور بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف معك والمستمعين مع فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذا الحوار في برنامج حوار مع باحث. عزيزي الباحث، عزيزتي الباحثة، التقديم في برنامج المنح البحثية المفتوحة الذي يتبناه مجلس البحث العلمي يتم عن طريق النظام الإلكتروني لتقديم المقترحات البحثية في موقع مجلس البحث العلمي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، والتي نخصصها للحديث حول المشروع البحثي دراسة الوضع المروري في سلطنة عمان والإجراءات المتبعة من قبل شرطة عمان السلطانية. وباسمكم مجددا نرحب بالباحث الرئيسي لهذا المشروع وهو الدكتور مضر بن عبد الملك المزروعي من الإدارة العامة للمرور. أهلا بك دكتور مجددا. يا مرحبا. كنا نتساءل في قبل الفاصل حول ما هو الإجراء الذي اتبعتموه بما أنكم صادفتم أن هناك قلة في المصادر المتوفرة التي تتحدث عن هذا الموضوع. التغلب كان على هذا المعوق كان من أهم من العقبات التي واجهت المشروع، فكنا احنا أمام خيارين. الخيار الأول إن نتجه إلى مجال بحث آخر أو إن نستمر بمجال الموجود عندنا. ده. وبعزيمة الفريق البحث العلمي اقتنعنا أنه لابد أن نواصل في ذات المجال، وإن كانت المصادر المتاحة لدينا قليلة ولكن لابد أن نواصل، لأن الهدف اللي راح يحققه البحث العلمي راح يفتح مجال للباحثين الآخرين لمواصلة العمل، كذلك راح يحل مشكلة نحن نعاني منها في السلطنة. فعملنا بالإمكانيات المتاحة عندنا، نتكلم عن الإمكانيات النظرية، عملنا بالإمكانيات النظرية وهو ما شكل حمل إضافي على فريق البحث العلمي من حيث تجميع الموارد الموجودة، عملية الاجتهاد في القياس بالمواد المجالات المشابهة بحيث أن نخرج بذخيرة تناسب طبيعة البحث العلمي. والحمد لله تغلبنا على هذا الجانب عن طريق التعاون للجميع، عن طريق المراسلة مع بيوت الخبرة العالمية، عن طريق قياس مدى ملائمة ما نقوم به من حيث أخذ الاستشارات من بيوت خبرة أخرى، والحمد لله تغلبنا على مجال النقص في مجال المصادر العلمية. نعم. طيب ماذا عن المراحل اللاحقة دكتور؟ كيف تواصل هذا المشروع البحثي مع مراحله اللاحقة حتى خلصتم من النتائج من هذه الدراسة البحثية؟ أستأذنك دكتور بالإجابة على هذه المحاور ومحاور أخرى أيضا متعلقة بذات الموضوع، إذا ما عرفنا أن دراستكم تأتي ضمن البرنامج الاستراتيجي الذي تبناه مجلس البحث العلمي بالتعاون مع عديد من الجهات لموضوع سلامة الطرق. أستأذنك دكتور بالإجابة على ما تبقى من محاور حول هذه الدراسة البحثية في الحلقة القادمة من برنامج حوار مع باحث. في ختام هذا اللقاء نتوجه لك بجزيل الشكر الدكتور مضر بن عبد الملك المزروعي الباحث الرئيسي في المشروع البحثي دراسة الوضع المروري في سلطنة عمان من خلال الإجراءات المتبعة من قبل شرطة عمان السلطانية. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك أخي راشد، وشكرا للمستمعين الأفاضل الذين خصصوا هذا الجزء من وقتهم للسماع لنا، شكرا لكم. شكرا لك، وأيضا نتوجه لكم مستمعين الكرام بجزيل الشكر والتقدير على طيب متابعتكم لنا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. في الأسبوع القادم بإذن الله نستكمل فيه مبتدأنا به الحديث حول هذا الموضوع المتعلق بالسلامة المرورية. نرجو لكم جميعا أوقاتا طيبة ودروبا آمنة في طرقاتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة. حوار
مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.